السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا الحبيب، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويزيدك يا رب. الله يكرمك. شفنا، كان عندي سؤال بخصوص الصلاة في المساجد الشهيرة، يعني المساجد اللي هي فيها الأبرحة زي الحسين وغير ذلك، ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ الصلاة في المساجد التي فيها قبور، الصلاة إلى القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن التسميات التي سميتها، لكن عموما أنا مذكر في هذا المقام ببعض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين يدي التذكير أذكره بأن الصلاة تصح ابتداء، لكن عندك من المناهي ما يلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. لكن نرجع إلى أمر وهو يثير التساؤل، هل مسجد الحسين الذي في القاهرة هل في قبر الحسين؟ الحسين مقتول في العراق رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه، مقتول في العراق، ما الذي أتى بقبره في مصر؟ فهذا أنا في طبعا لا أقول إن الحسين موجود هنا كقبر، إنما أظن أنه سمي اسم قبر الحسين، لكن في أمر، إذا كان هناك أي شخص صالح والناس يأتون إلى هذا الشخص الصالح الميت يسألونه أن يكشف الضر أو يجيب المضطر، فهذا شرك بالله. أيا كان الميت، إذا جئت تدعوه من دون الله تطلب منه أن يكشف عنك كربا أو يأتي لك بخير، فهذا شرك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، الواحد مادد يده للماء كده يقول: اطلع يا ماء، أريد أن أشربك، أريد أن أشربك ماء، اطلع، ما الماء طالع، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا والذين يدعون من دونه لا يستطيعون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. الآيات واضحة في هذا المعنى. فإذا كان القوم عند هذه القبور، السيد البدوي، إبراهيم الدسوقي، مدر الخليلي، غيرهم يدعون غير الله، فلا تكثر سوادهم، لا تكثر سواد أهل البدع وأهل الضلالات الذين يدعون غير الله. بارك الله فيك شيخنا. معلش معذرة، مرتبط بس بالسؤال ده سؤال آخر. لو أنا مثلا في المقابر وبندفن حالة ودخل وقت مثلا العصر وفيه زي استراحة في المقابر هناك أو حاجة قريبة، يعني تاجر المقابر ليه استراحة هناك في المكان ده، فحاجة اللي
احنا ممكن نصلي في الوقت ده، هل الصلاة في المكان زي ده فيها الحكم في كده يعني ان شاء الله؟ استراحة واسعة بعيدة عن القبور مسافة، يعني على مثلا على حافة بداية المقابر ان شاء الله. والقبور أمامك أو خلفك؟ لا في الخلف. لا بأس حينئذ بالتوصيف الذي ذكرت. السلام عليكم. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم، مرحبا يا أختي رقية، شفى الله والدك يا أختي رفيدة، أسأل الله أن يعجل بشفائه وشفاء أمراض المسلمين.